ابو عجيل هلا. قصيدتين جبتها لنا لو انها تبي تزعل بعض الناس، لكن عاد ما علينا منها. انا امدحن. اي عطنا شو امدحن. يقول حريم هذا الوقت بخير وفيري. الله. ما بين اكل ونوم وكثر المسايير، وشنطه بها المكياج وبلاك بيري. يا سلام. ومن الحرير العال تلبس تنانير، والخادمه قهوه تشيل الصغيري، وسواق ياخذ به جميع المشاوير، ولو طولت في سهرته وش يصير، محد عليها له ولايه وتدبير. الله. والبيت وراع البيت في زمهريري، ان احترق وان انسرق بلف صنجير، ولو يزعل راع البيت ماله نصيري، عليه حقوق الانسان تضع دواوير. الله. ولو يضرب عليه جرم كبيري يدفع 50,000 مع التقارير. حصل 50,000 بعد. صح لسانك وعتل لسانك.